درجات من جمعيه اكزناي للتنميه اللي كاين منخرطين معنا فيها واللي تعرفوا على المبادره من الاول ديال كيفاش الرحله جات، وكاين الناس اللي يلاه تواصلوا معنا واتصلوا بينا، كاين اتصال مع محمد مناش مع الاخوان اللي مبنين الرحله. كنتمنى ان هاد الرحله هذه غتكون انطلاقه ان شاء الله لربط صله الوصل من تناول بقاو، يعني الجمعيه تزيد مازال تتعرف على الاخوان المحليين. الحمد لله كاين مثلا هنايا اخوان رحبوا بنا وعرفوا تعرفوا علينا رغم ان مازال يلا مازالين في البدايه. ان شاء الله في الايام المقبله غنضموا رحلات بهذا الشكل هذا. نتمنى يتزاد العدد ونمشيو للامام نكملوا، يعني في حيت بحال بهذه المبادرات هذه مثلا السياحيه، حنا بالمنطقه ديالنا غتعرف يعني الاشكال اللي عندنا ان المنطقه ماشي ما عندهاش مؤهلات، ماشي ما عندهاش طاقات، ماشي، ولكن مازال ما تستغلتش كما يجب. باش تستغل يعني نبقاو نحافظوا على هذه اللحمه هذه، هذه الفرصه هذه طيبه، ومن هنا كل واحد يفكر من 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 مكانه ويستقطب الاخوان ويعني امن بهذا المشروع هذا، حيت به غادي ما كاينش اللي غيفك زعما كزنايا ولا غيساهم في التنميه ديالها من غيرنا حنايا، سواء الابناء اللي كاينين محليين هنايا اللي كندعوهم انهم يتشكلوا في تنسيقيات. كما كتعرفوا ان كل بلاصه عندها تنسيقيه، وهي هي الممثل ولا هي الفاعل المدني اللي كترجم كاع الافكار اللي كتخرج سواء محليا ولا من التنسيقيات الوطنيه ولا التنسيقيه في اوروبا، كترجم عندنا في ارض الواقع. لهذا كندعوهم يعني يفتحوا صله التواصل ويبقى التواصل بيناتنا، وما تكونش احكام مسبقه، يعني نكونوا واضحين بيناتنا، وان شاء الله يكونوا مشاريع يعني تنمويه في المستقبل نشاركوا فيها جميع. وكنشكركم. رئيس جمعيه كزناين للتنميه، راك هنا في راس جبل ازرقشة، تقدر تقول لنا واحد الكلمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شنقول لك يعني من بعد ما بدات هذه المبادره ديال جمعيه كزناين للتنميه، وحنا غاديين كنتجمعوا وكنحاولوا نكتشفوا المنطقه ديالنا، وكانطلاقه اولى يعني كتجربه زياره سياحيه اللي غنشاركوا فيها حنا كاملين ولاد الجمعيه. استطعنا من بعد مبادره فرديه جات وكاقتراح، استطعنا نحققوا الحلم ووصلنا لهذ القمه هذه، وهنا واحد الشعور صراحه رائع يعني باش توصل هنايا ونبداو نتلاقاو مع الاخوان اللي ما كناش كنعرفوهم في محليين هنايا، والاخوان اللي جاو من مناطق بعيده كنا كنسمعوا بهم غير في الواتساب وكنتواصلوا. تحقق هذا النهار الحلم هذا في انتظار اننا نسيروا على كامل المنطقه في رحلات متتاليه من هذا النوع هذا، كتقرب من المواطنين المقيمين محليا، وكمبادرات لاستقطاب سياح لما لا اجانب يزوروا المنطقه ديالنا، لانها كتسخر حقا بمؤهلات سياحيه اللي يجب استغلالها. كنشكر ومرحبا بكم المهم بصفتي رئيس الجمعيه، كنرحب بكم وشكرا اللي استقبلونا اللجنه المنظمه الصايره على تنظيم الرحله. باش نتوقعوا كاع ان غتطلع بعنا السكريات تلاقينا الخوت من كاع المناطق، والحمد لله والطقس كان مزيان، وحنا دابا في وسط الرحله باقي لنا شوط اخر ديال الرحله ان شاء الله غنعطيو نتغداو، وهذا هو اللي كاين. نتمنى ان شاء الله تكون رحله اخرى، واللي ما تمكنش انه يحضر اللي ما تمكنش عنده ظروف الله يوفقه، وان شاء الله تكون فرصه اخرى عاوتاني. اش كتقول له يعني شي كلمه يعني باش يعرف؟ اللي ما توفقش نقدموا ليه دعوه من جديد، نقولوا له راه الزياره زعما مفيده، ومره اخرى ان شاء الله فيها ما يتشاف.